بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب العلم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع المحاضرة التاسعة في مقرر فصول الجنبات، والتي سنستكمل فيها الحديث عن عملية البناء الضوئي. فقد بدأنا حديثنا عن عملية البناء الضوئي اعتبارا من المحاضرة الماضية للمحاضرة الثامنة، عندما بدأنا نتحدث عن عمليات الأيض أو عمليات التحول الغذائي في النبات، وقلنا أنها بتشمل نوعين من العمليات. النوع الأول يعرف بعمليات البناء، وهي العمليات التي يتم من خلالها بناء مركبات عضوية معقدة التركيب غنية بالطاقة من مكونات أولية بسيطة. وأهم وأشهر عملية بناء هي عملية البناء الضوئي. وعمليات الهدم عرفناها وقلنا أن هي العمليات التي يتم من خلالها إما هدم المركبات العضوية معقدة التركيب هدما تما إلى مكوناتها الأولية لتحرير كل الطاقة الكامنة فيها، وذلك عندما تكون الخلية محتاجة لكميات طاقة كبيرة لتسهيل العمليات الحيوية اللي بتتم فيه، أو يكون الهدم هدم جزئي لتحويل المركبات العضوية المعقدة إلى مركبات وسطية لكي تستخدمها الخلية في بناء مركبات عضوية أخرى. وقلت الكلام ده أنا هوضحه لما أجي أشرح العلاقة بين عمليات البناء والهدم، بس قبل ما أشرح العلاقة دي لابد إن أنا آخد مثال على عمليات البناء ومثال آخر على عمليات الهدم، وبعدين نوضح العلاقة ما بين عمليات البناء والهدم. وقلنا ان اهم عمليه من عمليات البناء بتتم في الخلايا النباتيه هي عمليه البناء الضوئي، ومن هنا بدانا ننطلق في الحديث عن عمليه البناء الضوئي. فعرفنا عمليه البناء الضوئي اكثر من تعريف، ثم بدانا نتحدث عن اهميه عمليه البناء الضوئي، وعرفنا ان عمليه البناء الضوئي دي هي اهم عمليه بيولوجيه على الاطلاق بتتم على سطح الكوكب بتاعنا، وضروريه لكافه الكائنات الحيه ولاستمرار الحياه على سطح كوكبنا. وسردنا النقاط الهامة اللي بتوضح أهمية عملية البناء الضوئي لاستمرار الحياة على سطح الكوكب. بعد كده انطلقنا لشرح جهاز البناء الضوئي بالأربع مستويات بتاعته، وقلنا الأربع مستويات دي بتتمثل في العضو المسؤول عن عملية البناء الضوئي اللي هو الورقة، ثم الوحدة الأصغر وهي النسيج، ودي بتتمثل في النسيج الكلورانكيمي اللي بيكون النسيج المتوسط للأوراق، ثم الوحدة الأصغر اللي هي الخلية، والخلايا اللي بتقوم بعملية البناء الضوئي هي خلايا غنية بالبلاستيك السدات الخضراء تعرف بالخلايا الكلورانكيمية، ثم الوحدة الرابعة اللي هي الوحدة الأصغر وتتمثل في العضية التي تقوم بعملية البناء الضوئي وهي البلاستيدة الخضراء. ثم أوضحنا تركيب البلاستيدة الخضراء باختصار، وانطلقنا بعد ذلك إلى شرح صبغات التمثيل الضوئي، أي الصبغات المسؤولة عن امتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها إلى طاقة كيميائية لكي تستغل في تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون. وقلنا الصبغات دي عبارة عن مجموعتين، صبغات أساسية وهي صبغات الكلوروفيل، ودي بتمثل كلوروفيل إي وكلوروفيل بي في النباتات الرقية، والصبغات المساعدة وهي صبغات الكاروتونويدز، ودي بتشمل الكاروتينات وزنسوفيلات. قلنا الصبغات دي ما بتبقاش مبعثرة في أغشية السيل الأكويد، ولكن بتنتظم في مجموعات بنسب معينة، بتعرف هذه المجموعات باسم الأنظمة الضوئية، وهي نظامين، نظام ضوئي أول ونظام ضوئي ثاني. ثم أوضحنا كيف يتعاون النظامين معا خلال تفاعل الضوء اللي بيتم في أغشية الثلاكويد لإنتاج القوة التمثيلية الممثلة في جزيئات الـ ATP والناد BH2. بعد كده انتقلنا لشرح آلية عملية البناء الضوئي، وقلنا أن عملية البناء الضوئي بتتضمن نوعين من التفاعلات. النوع الأول يعرف بتفاعل هيل أو تفاعل الضوء أو التفاعلات الكيموضوئية. هيل ده العالم اللي حدد مسار هذه التفاعلات، بنسميها تفاعل الضوء لأنها تستلزم توفر الضوء، بيسموها تفاعلات كيموضوئية لأنها تفاعلات كيميائية بتحتاج لتوفر الضوء لكي تحدث، ومن خلال هذه التفاعلات يتم إنتاج القوة التمثيلية الممثلة في جزيئات الـ ATP والناد BH2، تمام؟ اللي هم لازمين لتثبيت اختزال ثاني أكسيد الكربون. يعني النواتج الرئيسية لتفاعل الضوء أو التفاعلات الكيموضوئية هي الـ ATP والناد BH2، وهذه التفاعلات بتتم في أغشية الثلاكويد. أما النوع الثاني من التفاعلات فيتم في الستروما، وبيحتاج لنواتج تفاعل الضوء اللي هي الـ ATP والناد BH2، وبيسموها أي التفاعلات اللي بتتم في الستروما دي بيسموها بتثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون أو تفاعل بلاكمان أو تفاعل الظلام أو التفاعلات الكيموحيوية. ليه كل الأسماء دي؟ تفاعل بلاكمان هو العالم اللي حدد مسار هذه التفاعلات اللي بتتم في الستروما، وبيتم من خلالها تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى سكر سداسي، بيسموها تفاعلات تثبيت واختزال
اهتزاز ثاني اكسيد الكربون، لان هي بالفعل كده بيتم من خلالها تثبيت واهتزاز ثاني اكسيد الكربون وتحويله الى سكر سداسي. ده بيسموها تفاعل الظلام. ليه ما بتتمش غير في الظلام؟ لا، تتم في الظلام او في الضوء، لكنها لا تتاثر بوجود الضوء من غيابه، يعني ما بتستلزمش وجود الضوء كشرط اساسي لحدوثها، عشان كده سموها تفاعل الظلام. طب سموها تفاعلات كيمو حيويه ليه؟ لانها تفاعلات كيميائيه بتتم بمساعده عوامل حيويه هي الانزيمات. انا وضحت لك الاسماء كلها اهو، واحنا في نهايه المحاضره الثامنه اللي هي المحاضره الماضيه شرحنا تفاعل الضوء بالتفصيل، والان هنبدا في شرح تفاعل او تفاعلات المرحله الثانيه من عمليه البناء الضوئي اللي بنسميها تفاعل الظلام او تفاعل بلاكمان او التفاعلات الكيمو حيويه اللي بيتم من خلالها تثبيت واهتزاز ثاني اكسيد الكربون. تفاعلات المرحلة الثانية من البناء الضوئي تتم في الستروما، أما المرحلة الأولى اللي هي تفاعل الضوء أو تفاعلات الكيمو ضوئية فكانت تتم في أغشية السلكويدات لكي تنتج القوة التمثيلية، وهي جزيئات الـ ATP والـ NADH2 اللازمة لإتمام تفاعلات المرحلة الثانية، وهي تفاعل الظلام اللي بيتم من خلالها تثبيت واهتزاز ثاني أكسيد الكربون زي ما قلنا لتكوين السكر السداسي. هذه التفاعلات أي تفاعلات المرحلة الثانية من البناء الضوئي لا يلزمها وجود الضوء، ولكنها تعتمد على نواتج تفاعل الضوء زي ما قلت، وهي جزيئات الـ ATP والـ NADH2 لتثبيت واهتزاز ثاني أكسيد الكربون. تفاعلات المرحلة الثانية اللي هي تفاعل الظلام هي تفاعلات كيمو حيوية، أي تفاعلات كيميائية تتم بمساعدة عوامل مساعدة وهي الإنزيمات، لذلك فهي تفاعلات بطيئة. والسؤال هنا كيف يتم تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون لتكوين السكر السداسي اللي هو الناتج النهائي لعملية البناء الضوئي؟ هل هناك مسار أو مسلك معين بيتم من خلاله تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في جميع النباتات؟ لا، الحقيقة هناك ثلاثة مسارات أو ثلاثة طرق يتم بيها تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات المختلفة، وده بيكون مرتبط بصفات فسيولوجية وتشريحية بتميز النباتات. هنتعرف على الثلاث مسالك أو مسارات دول في الأول بشكل مختصر، ثم نتناول كل منهم بشرح تفصيلي. المسلك الأول أو الطريقة الأولى دي بتتم في نباتات تسمى بالنباتات ثلاثية الكربون، وهنعرف إيه بيسموها بالنباتات ثلاثية الكربون، لأن هذا المسلك بيمتاز بأن الناتج الأول من تثبيت ثاني أكسيد الكربون هو مركب ذو ثلاثة ذرات كربون، وهو حمض ثلاثة فوسفوجليسريك، وبنختصره بـ3BGA. تمام؟ وعشان المركب ده ذو ثلاثة ذرات كربون فأطلقوا على النباتات اللي بيتم فيها هذا المسلك النباتات ثلاثية الكربون. علاوة على أن هذا المسار أو المسلك بيمتاز لميزة تانية، وهي أن المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون، يعني المركب اللي بيستقبله وبيرتبط به، هو سكر الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات. تمام؟ يبقى في ميزتين رئيسيتين هم بيميزهم المسلك ده، وعرفنا ليه بيسموا النباتات اللي بيتم فيها هذا المسلك أو هذا المسار بنباتات ثلاثية الكربون. الطريقة الثانية أو المسلك الثاني لتثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون بيمتاز بأن الناتج الأول من تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون هو مركب ذو أربع ذرات كربون، وهو حمض الأوكسالوخليك. علشان كده النباتات اللي بيتم فيها هذا المسلك وتسمى بالنباتات رباعية الكربون، ويسمى هذا المسلك أو المسار بمسار تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في نباتات رباعية الكربون أو دورة هاتشوسلاك. يمتاز هذا المسلك أيضا بأن المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون اللي بيستقبله ويرتبط به هو مركب ذو ثلاثة ذرات كربون، وهو فوسفوينول بيروفيك أسيد، فوسفوينول حمض البيروفيك. نيجي على المسلك الثالث أو المسار الثالث اللي بيسموه مسلك تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات العصرية التشحمية، والاختصار بتاعه كان يسمى أيضا بالأيض الحمضي التشحمي. هذا المسلك بيتم في النباتات العصارية الجفافية، النباتات اللي بتعيش في البيئات الصحراوية وبتكون نباتات عصارية مخزنة للماء زي الصبارات. هذا المسلك يشبه إلى حد كبير مسلك تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات رباعية الكربون، من حيث أن الناتج الأول لتثبيت ثاني أكسيد الكربون هو مركب ذو أربع ذرات كربون، وهو حمض الأوكسالوخليك، كما أن المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون هو مركب فوسفوينول حمض
البيروفيك فوسفو إنول بيروفيك أسيد زي النباتات ربعية الكربون تماما، لكن النباتات العصارية المتشحمة دي بتختلف عن النباتات ربعية الكربون في ميقات عملية التثبيت. ليه؟ لأن هذه النباتات زي ما قلت نباتات جفافية بتعيش في بيئات صحراوية، ولذلك فإن هذه النباتات كوسيلة للتأقلم مع البيئة بتغلق صبورها أثناء النهار وتفتحها أثناء الليل، لذلك فإن تثبيت ثاني أكسيد الكربون يتم ليلا في هذه النباتات عندما تكون الثغور مفتوحة. ننتقل الآن لشرح أول مسار من مسارات تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون، وهو مسار تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات ثلاثية الكربون، واللي بيعرف أيضا بدورة كالفين وبنسون. علشان نشرح المسار ده نشرحه بشكل مختصر يسهل عليكم فهمه، وبنقول إن مسار تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات ثلاثية الكربون بيتم على ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي تثبيت ثاني أكسيد الكربون وتعرف بالكربوكسيلة، بمعنى إن في هذه المرحلة بيتم تثبيت ثاني أكسيد الكربون الغازي باتحاده مع مستقبله الأول وهو سكر الريبولوز 1.5-ثنائي الفوسفات واختصاره RUBP، تمام؟ في وجود الماء وإنزيم الريبولوز 1.5-ثنائي الفوسفات كربوكسيليز. الإنزيم أي إنزيم بياخد اسمه من حاجتين، الحاجة الأولى هي اسم المركب اللي بيعمل عليه، فهنا الإنزيم ده بيعمل على مركب الريبولوز 1.5-ثنائي الفوسفات. الحاجة الثانية العملية اللي بيقوم بها الإنزيم، فهنا العملية اللي بيقوم بها الإنزيم اللي هي عملية الكربوكسيلة أو تثبيت ثاني أكسيد الكربون على سكر الريبولوز 1.5-ثنائي الفوسفات، علشان كده سموه الريبولوز 1.5-ثنائي الفوسفات كربوكسيليز. هذا الإنزيم بيربط ثاني أكسيد الكربون بمستقبله الأول اللي هو سكر الريبولوز 1.5-ثنائي الفوسفات كربوكسيليز اللي بيكون من 5 ذرات كربون، فينتج مركب ذو 6 ذرات كربون غير ثابت وينشطر سريعا إلى جزيئين من حمض 3-فوسفوجليسري اللي هو اختصاره 3-BGA، وهذا الحمض يحتوي على 3 ذرات كربون، علشان كده سموا النباتات دي بالنباتات ثلاثية الكربون. طيب احنا عرفنا ان تثبيت جزيء واحد من ثاني اكسيد الكربون وربطه بجزيء من مستقبله الاول اللي هو سكر الريبولوز 1.5-ثنائي الفوسفات هينتج جزيئين من حمض 3-فوسفوجليسريك اسيد اللي هو الحمض اللي فيه 3 ذرات كربون. طيب انا درست في الجزء السابق ان عشان يتكون جزيء من السكر السداسي اللي هو الناتج النهائي لعمليه البناء الضوئي بيلزم تثبيت 6 جزيئات من ثاني اكسيد الكربون، تمام؟ بس طبعا مش هتثبته كلهم مره واحده، لا، كل جزيء بيتثبت في دوره في دوره في دوره، لكن لما يتم تثبيت 6 جزيئات من CO2 فانها تحتاج الى 6 جزيئات من سكر الريبولوز 1.5-ثنائي الفوسفات، وهينتج عن هذا التثبيت 6 جزيئات من المركب اللي فيه 6 ذرات كربون اللي بنقول عليه بيكون غير ثابت، وهينشطر سريعا علشان كل جزيء منهم يدي جزيئين من حمض 3-فوسفوجليسريك. يبقى الستة يدوا كم جزيء من الثلاثة فوسفوجليسريك؟ هيدوا 12 جزيء من حمض 3-فوسفوجليسريك. وخليك ماشي معايا خطوة خطوة علشان العملية دي توضح بالنسبة لك وتفهمها لأنها مهمة جدا. أمامي مخطط أهو قدامي بيوضح لي المرحلة الأولى من تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون اللي هي مرحلة تثبيت ثاني أكسيد الكربون كربون فيكسيشن اللي بنسميها كربوكسيلة أو كربوكسيليشن. في هذه المرحلة زي ما واضح في الرسم قدامي 6 جزيئات من سكر الريبولوز 1.5-ثنائي الفوسفات اللي هو كل جزيء فيهم بيتكون من 5 ذرات كربون ويمثلهم لي بالخمس كور الرمادية دي، بيستقبلهم 6 جزيئات من ثاني أكسيد الكربون، يعني كل جزيء من الريبولوز بيضاف له جزيء من ثاني أكسيد الكربون، فبيتحولوا إلى 6 جزيئات من مركب غير ثابت بيتكون من 6 ذرات كربون، واللي قلنا بينشطر سريعا، فكل جزيء بيدي جزيئين من حمض 3-فوسفوجليسريك، يبقى ال6 جزيئات هيدوني كام؟ هيدوني 12 جزيء من حمض 3-فوسفوجليسريك أسيد، اللي هو المركب اللي فيه 3 ذرات كربون، بعد كده تحدث تفاعلات المرحلة الثانية واللي بنسميها المرحلة الاختزالية. نقلت انا على الرسم على طول عشان اشرح وما نطولش عليه. ال 12 جزيء اللي اتكونوا من حمض 3-فوسفوجليسريك وبنختصره ب 3-BGA هيحصل لهم فسفرة ب 12 جزيء من الـ ATP، يعني كل جزيء من ال 3-فوسفوجليسريك هتضاف له مجموعة فوسفات من جزيء ATP، يعني ال 12 هيحتاجوا 12 جزيء ATP، فهيكونوا لي 12 جزيء من حمض 1.3-فوسفوجليسريك، تاني 12 جزيء بتاع 3-فوسفوجليسريك
كل جزء منهم في مجموعة فوسفات على ذرة الكربون رقم 3، عشان كده بنقول 3 فوسفو جليسرين. كل جزء منهم هيستقبل مجموعة فوسفات زيادة على ذرة الكربون رقم 1 فيه، فال 12 جزء هيحتاجوا 12 جزء اي تي بي عشان يتحولوا الى 12 جزء من 1.3 باي فوسفو جليسرين. بقى كل جزء فيهم في مجموعة فوسفات على ذرة الكربون رقم 1 ومجموعة على ذرة الكربون رقم 3. بعد كده المركب اللي هو 1.3 فوسفو جليسريك أسيد هيتم اختزاله بواسطة الناد بي اتش، هم 12 جزء يبقى هيتم اختزالهم بواسطة ال 12 جزء ناد بي اتش اللي نتجوا من تفاعل الضوء، ويتحولوا الى 12 جزء من مركب اسمه جليسرال دهاي 3 فوسفات. مركب الجليسرال دهاي 3 فوسفات اللي اتكون عندي هنا ده مركب مهم جدا، وبنعتبره المركب المحوري في الدورة، وهنقول ليه بس بعد ما نخلص شرح الدورة بالكامل. بيتكون من مركب الجليسرال دهاي 3 فوسفات 12 جزء، كل جزء فيهم بيكون من 3 ذرات كربون وفي مجموعة فوسفات. 2 منهم هيخرجوا بره الدورة علشان يكونوا لي سكر الجلوكوز او اي مركبات عضوية اخرى زي ما هنشوف بعد كده، ويفضل عندي 10 جزيئات من الجليسرال دهاي 3 فوسفات. العشر جزيئات دول هم اللي هيكملوا الدورة علشان يعيدوا تخليق 6 جزيئات من سكر الريبلوز 1.5 ثنائي فوسفات اللي هو المستقبل الاول بتاع ثاني اكسيد الكربون، علشان الدورة تبقى اكتملت، لان لازم عشان تبقى دورة تكون بتبدأ بمركب معين ثم تنتهي بتكوين نفس المركب. فال 12 جزء جليسرال دهاي 3 فوسفات دول هيخرج منهم 2 بره الدورة علشان يكونوا للناتج النهائي بتاع عملية البناء الضوئي وهو السكر السداسي، والعشرة اللي باقيين من خلال سلسلة من التفاعلات هيكونوا 6 جزيئات من الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات. في ناس هتبقى عايزة تعرف ازاي الكلام ده بيتم، نفهمها لهم. انا قلت 12 جزء من الجليسرال دهاي 3 فوسفات اتكونوا، 2 منهم هيخرجوا بره ويفضل 10. العشرة دول كل جزء فيهم بيكون من 3 ذرات كربون ومجموعة فوسفات، يبقى العشرة فيهم كم ذرة كربون؟ 30. وكم مجموعة فوسفات؟ 10. بتفاعلات معينة الـ30 دول هيتحولوا إلى 6 جزيئات من سكر الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات اللي هو فيه 5 ذرات كربون. طب ما نضرب هما 6 جزيئات في 5 ذرات كربون، يعني يطلع المجموع 30 ذرة كربون زي اللي موجودين في العشر جزيئات من الجليسرال دهاي 3 فوسفات. فهتكون المرحلة الثالثة من تفاعل الظلام هتكون هي إعادة تكوين المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون وهو سكر الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات. يعني عند المرحلة الثانية هي اللي انتهت بتكوين 12 جزء من الجليسرال دهاي 3 فوسفات، 2 بيخرجوا منهم بره الدورة علشان يكونوا السكر السداسي، و10 من خلال سلسلة من التفاعلات بيتم تحويلهم إلى 6 جزيئات من الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات علشان يعيدوا الدورة من تاني. تمام؟ المرحلة الثالثة دي بنسميها إعادة تخليق المستقبل الأول أو إعادة توليد المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون. هعيدها لك على رسم تاني عشان أفهمها لك، لكن هراجع عليها بسرعة وهعرفك برضو إزاي العشر جزيئات من الجليسرال دهاي 3 فوسفات بيكونوا لي 6 جزيئات من الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات. احنا قلنا ان في البداية 6 جزيئات من الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات هيستقبلهم 6 جزيئات من ثاني اكسيد الكربون، يقوم يدوني 6 جزيئات من مركب ذو 6 ذرات كربون غير ثابت، بينشطر او بينقسم قسمين، فكل جزء منهم يديني جزيئين من مركب 3 فوسفو جليسريك. يعني 6 جزيئات من هذا المركب ذو 6 ذرات كربون هيدون 12 جزء من مركب 3 فوسفو جليسريك اسيد. بعد كده ال 12 جزء اللي كونوا من 3 بي جي اي اللي هو 3 فوسفو جليسريك هحصل لهم فسفره ب 12 جزء من الاي تي بي عشان يتحولوا ل 12 جزء من مركب 1.3 فوسفو جليسريك اسيد. ال 12 دول هيحصل لهم اختزال ب 12 جزء ناد بي اتش فيتحولوا ل 12 جزء من مركب جليسرال دهاي 3 فوسفات اللي قلت هو المركب المحوري في الدورة. جزيئين منه هيخرجوا خارج الدورة عشان يكونوا السكر السداسي، لأن هذا المركب اللي هو جليسرال دهاي 3 فوسفات بيحتوي على 3 ذرات كربون، فاثنين يخرجوا منه ويتحدوا مع بعض يقوموا يكونوا لسكر سداسي في مجموعتين فوسفات، ويفضل 10. العشرة اللي فضلوا دول قلت من خلال سلسلة من التفاعلات
هيعيدوا تكوين 6 جزيئات من المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون وهو سكر الريبولوز 1 و5 ثنائي الفوسفات. يحصل إزاي الكلام ده؟ ركز معايا بقى وبورقة وقلم بالراحة كده واكتب ورايا. أنا عندي كام جزيء نتجوا من الجليسرول دي 3 فوسفات؟ 12 جزيء، كل جزيء منهم في 3 ذرات كربون ومجموعة فوسفات، 2 منهم بيخرجوا خارج الدورة عشان يكونوا السكر الثلاثي، يبقى فاضل لي كام من الجليسرول دي 3 فوسفات؟ 10 جزيئات. اكتب بقى معايا واحدة واحدة، جزيئين من الجليسرول دي 3 فوسفات هيتحدوا مع بعض يقوم يكونوا لي سكر في 6 ذرات كربون ومجموعتين فوسفات وهو سكر الفركتوز 1 و6 ثنائي الفوسفات. دي الخطوه الاولى، يبقى انا خدت 2 اهو من الجليسرول دي 3 فوسفات اتحدوا مع بعض عملوا له جزيء من سكر سداسي، ثم ياتي جزيء ثالث من الجليسرول دي 3 فوسفات يتحد مع الفركتوز 1 و6 ثنائي الفوسفات ويعمل لي جزيئين احدهم من سكر ذو 4 ذرات كربون وهو الإريثروز 4 فوسفات، وجزيء تاني من مركب فيه 5 ذرات كربون وهو الزيلوز 5 فوسفات. تاني الحتة دي، الجزئين اللي اتحدوا مع بعض الأول من الجليسرول دي 3 فوسفات كونوا لي جزيء من الفركتوز 1 و6 ثنائي الفوسفات اللي فيه 6 ذرات كربون، نضيف لهم جزيء تالت من الجليسرول دي 3 فوسفات هيبقى عندي 9 ذرات كربون، فما يرتبط الجليسرول دي 3 فوسفات مع الفركتوز 1 و6 ثنائي الفوسفات هيديني جزيئين من سكرين، واحد فيه 4 ذرات كربون اللي هو الإريثروز 4 فوسفات، وواحد فيه 5 ذرات كربون اللي هو الزيلوز 5 فوسفات. خلاص، يبقى انا استهلكت كام من جي 3 بي 3 وناتج عندي سكر رباعي وسكر خماسي. دي كده سكر الإريثروز 4 فوسفات هيرتبط مع جزيء رابع من الجليسرول دي 3 فوسفات ويكون السكر في 7 ذرات كربون هو سكر سيدوهبتلوز 1 و7 ثنائي الفوسفات، وسكر السيدوهبتلوز 1 و7 ثنائي الفوسفات هيفقد مجموعة فوسفات ويبقى سيدوهبتلوز 7 فوسفات، ثم يستقبل جزيء من الجليسرول دي 3 فوسفات اللي هو يعتبر جزيء رقم 5 ويرتبط معاه ويديني جزيئين من سكر خماسي، احدهما سكر الريبوز 5 فوسفات والاخر الزيلوز 5 فوسفات. يبقى انا كده استهلكت 5 جزيئات من الجليسرول دي 3 فوسفات واعطوني 3 جزيئات من سكريات خماسيه، 2 منهم زيلوز 5 فوسفات والثالث الريبوز 5 فوسفات. بعد كده هذه الجزيئات بتاعت السكريات الخماسية هتتحول بواسطة إنزيمات بنقول عليها البنتوز أيزومريز، أي إنزيمات تشابه للسكريات الخماسية. الجزيئين بتوع الزيلوز 5 فوسفات وجزيء الريبوز 5 فوسفات هيتحولوا بإنزيمات البنتوز أيزومريز إلى 3 جزيئات من سكر الريبولوز 5 فوسفات. يبقى أنا لحد كده 5 جزيئات من الجي 3 بي كونوا لي 3 جزيئات من الريبولوز 5 فوسفات، فاضل لي 5 من الجليسرول 3 فوسفات، هيعملوا إيه؟ هيكرروا نفس الكلام ده، بيكونوا لي 3 جزيئات من الريبولوز 5 فوسفات، يعني ال5 جزيئات اللي لسه فاضلين من الجي 3 بي هيكرروا نفس التفاعلات اللي حصلت بالنسبه للخمسه الاولانيين علشان يدوني 3 جزيئات تانيين من الريبولوز 5 فوسفات، يعني ال5 جزيئات اللي لسه فاضلين من الجي 3 بي هيكرروا نفس التفاعلات اللي حصلت بالنسبه للخمسه الاولانيين علشان يدوني 3 جزيئات تانيين من الريبولوز 5 فوسفات، وبكده يبقوا ال10 جليسرول دي 3 فوسفات اتحولوا الى 6 جزيئات من الريبولوز 5 فوسفات عند الخطوه دي تحديدا. فالست جزيئات من الريبولوز 5 فوسفات هيحصل لهم فصفره بست جزيئات من الاي تي بي عشان كل جزيء منهم يضاف له مجموعه فوسفات على ذره الكربون رقم 1، فيتحول 5 جزيئات ريبولوز 5 فوسفات الى 6 جزيئات من الريبولوز 1 و5 ثنائي الفوسفات، وبكده يكون تم اعاده تكوين المستقبل الاول مره اخرى. وطبعا احنا كنا قلنا ان بيلزم تثبيت 6 جزيئات من ثاني اكسيد الكربون لكي يتكون جزيء واحد من السكر السداسي اللي هو بيمثل الناتج النهائي لعملية البناء الضوئي، والرسم هنا بيوضح لي الكلام ده. 6 جزيئات من CO2 بيتم تثبيتهم بواسطة 6 جزيئات من المستقبل الأول اللي هو الريبولوز 1 و5 ثنائي الفوسفات
وبيتكون لي 12 جزيء من 3 بي جي اي اللي هو 3 فوسفوجليسريك اسيد الناتج الاول من تثبيت اختزال ثاني اكسيد الكربون، وهو مركب له 3 ذرات كربون. بعد كده ال 12 جزيء دول بيحصل لهم فسفره ب 12 جزيء من الاي تي بي، فبيتحولوا ل 12 جزيء من 1.3 باي فوسفوجليسريك اسيد، ودول بيتم اختزالهم بواسطه 12 جزيء من الناد بي اتش، فيتحولوا ل 12 جزيء من الجليسرايد 3 فوسفات. الجليسرايد 3 فوسفات فيه 3 ذرات كربون ومجموعه فوسفات، 2 منهم هيخرجوا بره ويفضل لي 10 جزيئات من الجليسرايد 3 فوسفات اللي هو جي 3 بي، دول بتفاعلات معينه هيتحولهم الى 6 جزيئات من الريبلوز 1.5 ثنائي الفوسفات اللي هم دخلوا في التفاعل في البدايه. اذا سكر الريبلوز 1.5 ثنائي الفوسفات ما بيساهمش باي كربون منه في تكوين السكر السداسي اللي بيتكون، والاثنين جزيء جليسرول دهاي 3 فوسفات كل جزيء منهم بيحتوي على 3 ذرات كربون، يعني الاثنين بيحتووا على 6 ذرات كربون مصدرهم 6 جزيئات من CO2 الغازي او اللي موجود في الهواء الجوي اللي تم تثبيتهم. فالكربون اللي داخل في السكر هنا كله جاي من ثاني اكسيد الكربون الجوي اللي تم تثبيته. وقلنا ايضا ان بيلزم لتثبيت واختزال 6 جزيئات من ثاني اكسيد الكربون قوة تمثيلية مقدارها 18 جزيء من الـ ATP و 12 جزيء من الـ NAD PH. والرسم هنا بيوضح لي الكلام ده فعلا وبيأكده وبيوضح لي مواضع استخدام القوة التمثيلية. فبلاحظ ان في 12 جزيء من الـ ATP استخدموا في فسفرة 12 جزيء من 3 BGA اللي هو 3 فوسفوجليسريك أسيد عشان يحولوهم ل 12 جزيء من 1.3 باي فوسفوجليسريك أسيد. وفي 6 جزيئات لسه فاضلين من الـ ATP دول بيستخدموا في فسفرة الست جزيئات اللي بينتجهم من الريبولوز 5 فوسفات أثناء إعادة توليد المستقبل الأول، ويحولوه إلى 6 جزيئات من الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات. أما الناد بي اتش فال 12 جزيء ناد بي اتش المطلوبين بيستخدموا بخطوة واحدة، وهي اختزال 12 جزيء من 1.3 فوسفوجليسريك اسيد وتحويلهم ل 12 جزيء من الجليسرول دهاي 3 فوسفات. ومركب الجليسرول دهاي 3 فوسفات ده بيعتبر المركب المحوري في دوره كالفن وبنسون، وده بيرجع لاسباب كتيره جدا، لان اولا هو بيساهم في اعاده توليد المستقبل الاول لثاني اكسيد الكربون مره اخرى. يعني شفنا هنا من خلال شرح الدوره ان بيتم تثبيت 6 جزيئات من ثاني اكسيد الكربون واختزالهم، فبينتج 12 جزيء من مركب الجليسرايد 3 فوسفات، 10 منهم بيعيدوا تكوين 6 جزيئات من المستقبل الاول اللي هو الريبلوز 1.5 ثنائي الفوسفات، وبيفضل 2 بيخرجوا خارج الدوره علشان يساهموا في تكوين السكريات المختلفه وغيرها من المركبات العضويه. ازاي الكلام ده؟ يعني اول سبب هنقول ان هو بيساهم في اعاده توليد المستقبل الاول لثاني اكسيد الكربون. السبب الثاني هنقول ان هو بينتج جزيئات منه بتخرج من الدوره او بتنتج من الدوره علشان تشارك في تكوين العديد من السكريات والمركبات العضويه الاخرى. عايزين نعرف ده بقى بيتم ازاي. تتخيل ان الدوره دي بتتم بمعدل كبير جدا داخل البلاستيدة الخضراء الواحدة كل دقيقة. طيب على مستوى الخلية الكلورانكيمية اللي هي الخلية اللي متخصصة في عملية البناء الضوئي، تتم بمعدل قد ايه في الدقيقة؟ مع الأخذ في الاعتبار ان كل خلية بتحتوي على حوالي 20 الى 50 بلاستيدة. طيب على مستوى النسيج المتوسط بتاع الاوراق اللي هو بيتكون من الاف الخلايا اللي بتشارك في عملية البناء الضوئي، هتتم بمعدل قد ايه في الدقيقة؟ طب على مستوى بقى الاوراق اللي موجودة على النبات الواحد تتم بمعدل قد ايه؟ لما نتخيل ده كله نضرب عدد الاوراق في عدد الخلايا او في متوسط عدد الخلايا اللي بتشارك في عملية البناء الضوئي اللي هي الخلايا الكلورانكيمية بالورقة الواحدة، ونضرب ده كله في عدد البلاستيدات الخضراء في كل خلية، ثم متوسط معدل تثبيت ثاني أكسيد الكربون في البلاستيدة الواحدة كل دقيقة، هنتخيل بقى إن في كم كبير جدا من جزيئات الجليسرول دهاي 3 فوسفات دي بتنتج لي في الدقيقة الواحدة على مستوى النبات. النبات هيعمل إيه بالكلام ده كله؟ جليسرول دهاي 3 فوسفات الناتج ده كله هيعمل به إيه؟ في جزيئات من الجليسرول دهاي 3 فوسفات هتكون لي جلوكوز، وجزيئات تكون لي فركتوز، وهيشارك في تكوين السكروز، وهيشارك في تكوين النشا، وهيشارك تكون السليلوز، وممكن في بناء البروتينات والاحماض الدهنيه والليبيدات والكلام ده. ازاي بيحصل الكلام ده؟ تخيل معايا جزيئين من الجليسرايد 3 فوسفات ارتبطوا مع بعض، كل جزيء فيهم
في 3 ذرات كربون ومجموعة فوسفات. لما يرتبطوا مع بعض هيكونوا لسكر سداسي، يعني فيه 6 ذرات كربون ومجموعتين فوسفات، وهو سكر الفركتوز 1 و6 ثنائي الفوسفات. فلو الخلية محتاجة الفركتوز استخدمها، طيب مش محتاجها ومحتاجة الجلوكوز، بعد ما يرتبط الجزيئين من الجلوسيرايد 3 فوسفات مع بعض ويدون فركتوز 1 و6 ثنائي الفوسفات، الفركتوز هيفقد مجموعة الفوسفات لعذر الكربون الأولى وتحول لفركتوز 6 فوسفات، ثم يتحول بإنزيم هيكسوز أيزومريز إلى جلوكوز 6 فوسفات. يبقى كده كوننا جلوكوز. طب لو الخلية عايزة سكروز مثلا، أو خلية بتنتج كميات كبيرة من السكريات وعايزة تنقلها لخلايا تانية محتاجاها، تقوم تنقلها بصورة سكروز. طب هكون السكروز إزاي؟ بعض جزيئات من الجلوكوز 3 فوسفات تتحد مع بعضها وتكون الفركتوز، ومجموعة تانية تتحد مع بعضها تكون فركتوز، والفركتوز يتحول بإنزيمات تشابك إلى جلوكوز، الجلوكوز يتحد مع الفركتوز يقوم يكونوا له سكروز. طيب عايزة الخلية محتاجة سليلوز عشان تستخدمه في بناء الجدار الخلوي، عدد كبير جدا من جزيئات الجلوكوز 3 فوسفات تتحد مع بعضها أزواج كده، كل 2 يتحدوا مع بعض ويكونوا لي جزيء جلوكوز. ولما يتكون عدد كبير من جزيئات الجلوكوز تقوم جزيئات الجلوكوز ترتبط مع بعضها بربطة اسمها β1 و4، تقوم تعمل لي سلاسل السليلوز. طيب في زيادة من إنتاج جلوكوز 3 فوسفات عن اللي محتاجاه الخلية وعن اللي محتاجاه الخلية الأخرى، يقوم يحصل إيه؟ يفضل داخل البلاستيدة الخضراء، الجلوكوز 3 فوسفات ده يفضل داخل البلاستيدة الخضراء ويتحول كله إلى جلوكوز، والجلوكوز يرتبط مع بعضه بروابط α1 و4، مش β1 و4 زي السليلوز، لا يرتبط مع بعضه بروابط α1 و4 علشان يكون لي النشا، عشان يكون لي ايه؟ نشا. ويفضل النشا ده متخزن جوه البلاستيدة الخضراء، بنسميه نشا تمثيلي او انتقالي. وبالليل بقى او في اي وقت لو الخلية محتاجة سكريات قوم النشا يتحلل ويتحول لجلوكوز 3 فوسفات، يخرج من البلاستيدة الى السيتوبلازم علشان يتحول لجلوكوز او يتحول لفركتوز او يتحول لسكروز ويتنقل الى خلايا اخرى تكون محتاجاه، او ينتقل الى خلايا التخزين علشان يتخزن في صورة نشا يعرف بالنشا التخزين. فشوف كده يكون منه ايه؟ يعني كده جلوكوز 3 فوسفات يساهم في تكوين انواع عديده من السكريات، يساهم في تكوين الجلوكوز، يساهم في تكوين الفركتوز، السكروز، يكون لي سكريات عديده زي السلوز زي النشا والكلام ده كله. ممكن الخليه محتاجه طاقه عشان تساعد بقى العمليات الحيويه، فيقوم الجلوكوز 3 فوسفات اللي كون ده يخرج من البلاستيدا للسيتوبلازم ويرتبط مع بعضه ويكون لي عدد من جزيئات الجلوكوز تستخدمها الخلايا في انها تهدمها هدم كامل وتطلع منها كل الطاقه المخزنه في هذه الجزيئات عشان تستخدمها في تسيير العمليات الحيويه. الخليه عايزه تبني احماض امينيه، بروتينات، ليبيدات، برضو يخرج الجلوكوز 3 فوسفات الى السيتوبلازم يرتبط مع بعضه ويكون لي جزيئات من الجلوكوز. الخلية ممكن تعمل لجزيئات الجلوكوز دي هدم جزئي وتحولها لمركبات وسطية زي الأسيتيل كو إيه اللي بيدخل في بناء الأحماض الدهنية، وبالتالي الأحماض الدهنية تكون الليبيدات زي الليبيدات المفسفرة اللي تدخل في بناء الغشاء الخلوي، أو يهدمه هدم جزئي إلى أوكسال أسيتيك أسيد وبيروفيك وألفا كيتو جلوتاريك اللي هي بتدخل في بناء الأحماض الأمينية المختلفة علشان تستخدمها الخلية في بناء البروتينات اللي محتاجها، وهكذا. يبقى إذن مركب الجلوكوز ده 3 فوسفات ده، خد بالك، بيساهم في إعادة توليد المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون وسكر الريبولوز 1 و5 ثنائي الفوسفات. الحاجة الثانية إن هو بيدخل في بناء العديد من المواد الكربوهيدراتية وكذلك المواد العضوية المختلفة بالطريقة اللي احنا قلناها، وشفنا ازاي بيكون منه الجلوكوز ويكون منه فركتوز ويكون منه السكروز وازاي بيكون منه النشا والسلوز والكلام ده كله، وقلنا ازاي ممكن يكون جلوكوز والخلية تستخدمه تهدمه هدم تام عشان تطلع منه كل الطاقة اللازمة لتسيير العمليات الحيوية المختلفة اللي بتتم فيها، او تهدمه الى مركبات وسطية تستخدمها في بناء مركبات عضوية اخرى زي الاحماض الامينية والبروتينات او الاحماض الدهنية والليبيدات. واكتفي بهذا القدر في هذا الجزء من المحاضرة على ان نكمل باقي المحاضرة في اجزاء تالية، والى ان القاكم في الجزء الثاني استودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، ولكم مني خالص تحياتي واطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، ودمتم في حفظ الله وامنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب إليك.